وعن فعاليات جلسات الحوار الوطني يضعنا في الصورة أكثر رجاء رمزي. أهلا بكم مشاهدينا في هذا الملخص لفعاليات ووقائع اليوم الرابع من جلسات الحوار الوطني الذي تم تخصيصه للقضايا السياسية. كان هناك ملفين أو قضيتين تم إثارتهما اليوم. الجزء الأول كان يعنى بالأحزاب السياسية، الجزء الآخر كان يعنى بالمجالس الشعبية والمحلية. كان هناك العديد من النقاط التي تم يعني التوافق عليها من قبل المشاركين في الوقائع الخاصة بهاتين الجلستين. فيما لا وصل بالمجالس الشعبية المحلية كان هناك توافق على الإسراع، ضرورة الإسراع في صياغة قانون ينظم المجالس الشعبية المحلية. أيضا كان هناك دفع في اتجاه الإسراع بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية والمحلية، وإن اختلفوا في آلية الترشح سواء كان قائمة أو فردي. كان هذه هي أبرز النقاط التي تم التحدث بشأنها، وإن كان هناك توافق في المحاور الرئيسية من هذه المواضيع وإن اختلفوا في تفاصيلها. إذا ما تحدثنا عن الجزء الآخر من فعاليات اليوم، نتحدث هنا عن الجلسة المعنى بالأحزاب السياسية. أيضا كان هناك يعني توافق على بعض من المحاور الرئيسية. نتحدث هنا عن قانون الأحزاب السياسية، ضرورة تعديل بعض من بنوده، وإن كان يعني يقترح بعض المشاركين أن يتم إلغاء هذا القانون واستبداله بقانون آخر تم اقتراحه. أيضا كان هناك توافق على آلية ما لدعم الأحزاب السياسية وإن اختلفوا في تفاصيلها، سواء كان دعم مادي أو عيني، سواء كان دعم من قبل الدولة أو بعيد عن الدولة بما يعني يحدده القانون. أيضا كان هناك يعني دفع في اتجاه تفعيل دور الأحزاب السياسية على الأرض. كان هذه يعني أبرز النقاط، أبرز المحاور التي يعني شغلت الجلستان الخاصة بالمحور السياسي في اليوم الرابع من الحوار الوطني. كان هناك يعني شبه إجماع من قبل الحضور أن هناك تمثيل كبير جدا، التمثيل يشمل كل المكونات، كل تقريبا يعني كل الأحزاب شاركت في الجلستين المعنيتين بهاتين القضيتين السياسيتين. أيضا كان هناك إشادة كبيرة جدا بدور الإعلام في تغطية فعاليات الجلستين اليوم وأيضا الجلسات السابقة. كان هذا ملخص عام لما تم تناوله في فعاليات اليوم الرابع من الحوار الوطني.